نحن نريد الآن أن نحيي المجتمع الإسلامي قبل أن نقيم الدولة المسلمة، وهذه نقطة يغفل عنها أكثر الدعاة الإسلاميين. الدولة المسلمة لا يمكن إقامتها في مجتمع كافر أو شبه كافر أو مجتمع فاسق، وإنما الدولة المسلمة تقام على أرض مسلمة. هذه الأرض المسلمة لا يمكن إلا أن يحقق إلا على ركيزتين سابقتين: تصفية وتربية. تصفية وتربية. التصفية قلنا أن الإسلام اليوم غير ذاك الإسلام، وذكرنا لكم الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نحن نتحدى أي طائفة، أي جماعة، أي شخص يريد أن يقيم الدولة المسلمة على غير المنهج، أن نسأله سؤالا واحدا ويجيب عنه: هل عرفت ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه؟ لا، لا يمكن أن يعرف، لأنه ما قضى هو حياته في معرفة السنة، ولو فعل ما استطاع. لماذا؟ لأنه الشخص الواحد ما يستطيع. يجب أن يتوارث العلماء هذا العلم خلف عن سلف، والعلم بالسنة على وجهها انقطع منذ قرون مع الأسف الشديد. ولذلك فيجب أن يكون هناك علماء يستطيعون أن يجيبوا عن كل مسألة تخطر في بال الإنسان أو تعرض لأي إنسان، أن يقول الجواب هكذا، قال عليه السلام كذا، كان الصحابة على كذا. هكذا يمكن تحقيق المجتمع الإسلامي. وبالتالي، وهذا هو جواب فقرة جائز هنا لا أذكرها لعلك تذكرني بها، هو جواب أننا نقيم الدولة أوتوماتيكيا بإيجاد المجتمع الإسلامي، ستوجد الدولة المسلمة. أما دولة مسلمة تفرض بانقلاب عسكري أو بانقلاب كما يسمون اليوم أبيض، لا تجري فيه الدماء لكن الأرض لا تزال هي هي، لم يهيأ المجتمع هذا لتقبل الأحكام الشرعية، ستكون نتيجة غيرنا بس الواجهة، غيرنا الرجالات الذين نقول اليوم إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وسينوب منابهم رجال كانوا يقولون نريد إقامة الدولة المسلمة، وقد يصلون إلى الحكم ولكن لا يستطيعون أن يقولون.